وينضم إلينا من سان بطرسبرغ دكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي. دكتور سمير، بداية أرحب بك. يعني الحديث عن فرض عقوبات جديدة وحزمة جديدة من العقوبات على روسيا من جانب البيت الأوروبي، في رأيك ما أهم العقوبات التي قد توقعها أوروبا اليوم على موسكو؟ أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني المحاولات الأوروبية لزيادة فرض العقوبات على روسيا يعني تؤكد أن العقوبات السابقة لم تنجح بشكل تام على تحقيق أهدافها. العقوبات الآن المنتظر فرضها هي ليست يمكن يعني لن تكون مباشرة ضد روسيا بقدر ما هي عقوبات على أطراف ثالثة ووسيطة يقولون أنها تلتف على العقوبات الأوروبية وتساهم في تخطي روسيا للعقوبات المفروضة عليها. يعني هنا يمكن أن يكون ضغط أكثر على الطرف الصيني، ضغط أكثر على باكستان، على الهند، وخاصة هناك تهديدات بأن يعني أي دولة يمكن أن تشتري النفط أو موارد الطاقة الروسية أو حتى المعادن الروسية وتعود لي يعني لبيعها لأطراف أخرى، هذا يعتبره الأوروبيون أيضا خرق للعقوبات. لذلك يعني هذه المسألة إن عبرت عن شيء تعبر عن التخبط التي تعاني منه الدول الأوروبية وفشلها في احتواء والضغط على روسيا، وخاصة يعني احتواء الاقتصاد الروسي وخنق المؤسسات المالية الروسية. كل هذه المحاولات منذ أن بدأت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن لن تؤدي إلى يعني ضرب عميق يمكن أن يؤثر على القرارات الاستراتيجية لروسيا. نعم هناك يعني الاقتصاد الروسي تأثر، المؤسسات المالية، الوضع الاقتصادي بشكل عام تأثر، ولكن حتى الآن هو تحت السيطرة ولم يحدث ما كان يتوقع الغرب، أي أن الشارع الروسي يمكن أن ينتفض وينهض إلى الشارع لمواجهة قيادته بعد هذه العقوبات. ما يحدث كلما زادت العقوبات كلما زاد الشارع الروسي والمواطن الروسي تمسكا بقيادته ويعني وتأكيده على أن هذا القرار صائب، لذلك تتخذ هذه الإجراءات، وخاصة إذا ما كانت هذه الإجراءات ضد الشعب الروسي وليس ضد القيادة الروسية. لذلك الآن هناك اقتناع تام. دكتور سمير، نعم، ونحن طيب من الناحية العسكرية ربما بدأ تأخذ عملية التسليح منحى ربما تصعيدي وخطير. نحن نتحدث عن تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 وتحذيرات روسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بعدم فعل ذلك. في رأيك هل تقدم بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على تقديم F-16 طائرات F-16 لأوكرانيا؟ يعني نلاحظ أن التدرج في إرسال الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا أيضا بدأ عندما بدأت العملية العسكرية وقبلها، لكن الآن الحديث بعد يعني تزويد أوكرانيا بالمعدات الثقيلة، برجمات الصواريخ، بالدبابات المتطورة، هذا لن يحدث يعني خرقا على جبهات القتال. ما يخص طائرات F-16 بتقديري لها أهداف أخرى بعيدة عن جبهات القتال، وهنا أذكر بما قاله أحد الجنرالات الأمريكيين منذ 4 أشهر عندما قال أن يحق لأوكرانيا ويحق لأوروبا، حتى عندما لمح يحق لحلف الناتو أن يوجه ضربة قوية لأسطول البحر الأسود الروسي في منطقة شبه جزيرة القرم. بتقديري هذه الطائرات الهدف منها ليس تغيير على جبهات القتال أو يعني مساندة للهجوم الأوكراني المتوقع والذي يعني يمكن أن يكون قد ضرب وأفشل في مهده عبر الضربات الروسية. يمكن أن يكون الهدف لهذه الطائرات حقيقة، وهذا تصور الشخصي، محاولة ضربة قوية وقاسية للأسطول الروسي في البحر الأسود. لكن هل تنجح هذه المحاولات وهل يكون هذا هو السبب الاستراتيجي لحلف الناتو ولتصريحات قادته الذين دائما يقولون أنه لا يمكن أن تتوقف العملية العسكرية الروسية أو لا يمكن أن يتوقف دعم أوكرانيا إلا بهزيمة روسيا؟ يعني هزيمة روسيا العسكرية هو استعادة شبه جزيرة القرم أو ضربها عسكريا في هذه المنطقة لإرغامها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. روسيا من جهة أخرى تواجه هذه التحديات بشكل واضح وهددت بأن استخدام هذه الطائرات لن يبقي المعركة محصورة على أراضي أوكرانيا، لأن هذه الطائرات لا يمكن أن تنطلق من أوكرانيا وإنما يمكن أن تنطلق من دول أخرى، مما يعرض الدول هذه لضربات روسية، عندها يمكن أن تكون المواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.